أطلقت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء برنامجا تدريبيا مكثفا استمر لمدة أسبوعين لرواد الفضاء الإماراتيين حول زراعة الخلايا الجذعية في الفضاء. شارك في البرنامج رواد الفضاء الإماراتيون هزاع المنصوري مدير مكتب رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء ونور المطروشي ومحمد الملا. ويهدف البرنامج لتعزيز قدرات الرواد على إجراء أبحاث علمية متقدمة خلال مهامهم الفضائية المستقبلية. وشمل التدريب العمل على أساسيات زراعة خلايات الثدييات وإعداد مختبر زراعة الأنسجة واستخدام معدات المختبرات المختلفة.